توافد مئات الآلاف على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في اختيار رئيس جديد للجمهورية. وسط الزغاريد والهتافات، وأشارت اللجان الانتخابية توافد أعداد كبيرة من الناخبين والناخبات وسط تأمين من قوات الشرطة والجيش تحت غطاء جوي من القوات الجوية. وفي مفارقة سعيدة، وضعت سيدة مولودها أثناء إدلاءها بصوتها بمنطقة ميامي في الأسكندرية، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى الشطبي، وقامت بتسمية المولود السيسي. أدلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بصوته في الانتخابات الرئاسية في مدرسة الخلفاء الإعدادية بنين بمصر الجديدة وسط إجراءات أمنية مشددة وهتافات المواطنين المؤيدين له. كما أدلى المرشح الرئاسي حمدين صباحي بصوته صباح اليوم في مدرسة السيدة خديجة بحي العجوزة بالجيزة، ووقف بين صفوف الناخبين وأكد على ضرورة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية. الناس هقف الصف زي ما انت يا حضراتكم. انا حاجة اللي ساعتك في البيت يا سعادة الباشا عشان اهنيك ان شاء الله. ان شاء الله هنيك يوم الخميس. ان شاء الله. وزير الدفاع صدق صبحي يتفقد عددا من اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية، وقد أدلى السيد عمرو موسى مؤسس حزب المؤتمر بصوته في مدرسة صلاح الدين الابتدائية بالتجمع الخامس. بسم الله الإخوان وأشبه الإخوان. الدين ولله الوطن الجميع. دكتور عامل حاجة متفائل الفترة الجاية؟ كما أدلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب بصوته في مدرسة المعهد الأزهري بالمعادي. وأدلت وزيرة التضامن الاجتماعي بصوتها في مدرسة الأورمان الإعدادية بنين. قوات التأمين تعلن عن العثور على الملابس للقوات المسلحة في مدرسة باب الشعرية الثانوية بنين. مجهولون يلقون زجاجات المولوتوف على مقر الحملة الانتخابية للسيسي في حوش عيسى بمحافظة الدقهلية.